مساء الخير من شارع الحمراء. شكلت حرب تموز 2006 نقطة تحول كبيرة في مسيرة الإعلامي عدنان غملوش، الحافلة بتغطية العديد من الأحداث السياسية والميدانية في لبنان. ابن بلدة جباع الجنوبية الذي عمل مراسلا لقناة العربية في بيروت لسنوات أصدر مؤخرا كتاب مذكرات مراسل قناة العربية المصداقية الضائعة، ويحكي فيه خلاصة تجربته في الإعلام المرئي كاشفا عن أسرار وخفايا من داخل القناة التي انطلقت في العام 2003. في هذه الحلقة من شارع الحمراء لقاء مع الإعلامي عدنان غملوش في قراءة سياسية وميدانية للحرب الإسرائيلية على لبنان، وإضاءة على التغطية الإعلامية العربية والمحلية للحرب بعين مراسل حربي سابق، الإعلامي عدنان غملوش في هذه الحلقة من شارع الحمراء. أهلا بكم. مرحبا فيكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمراء مع الإعلامي عدنان غملوش. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان غملوش بشارع الحمراء في هذا الزمن الصعب، في هذا الظرف الصعب. تعرف عدنان، عم بتخيلك في هذه اللحظة، بهذه اللحظة تماما قبل 18 سنة بتصور حرب 2006، 18 سنة وشهرين، أتخيلك واقف على شاطئ صور قرب استراحة صور وقت اللي كان تجمع الصحفيين، وبتصور هلأ كمان موجودين، زمن اللي عم بعيد نفسه بشكل أو بآخر، وتنقل رسالة مباشرة على الهواء. أنت الآن هنا بعد أكثر من 18 سنة. في ذلك الحين عدنان غملوش كنت مراسلا لقناة العربية، أنت الآن متابع ومراقب. ما الفارق بين أن تشهد حربين بهذه الضخامة وبهذه الشراسة، أن تكون في الأولى مراسلا مطلعا على الأحداث عن كثب عن قرب، وأن تكون الآن عن بعد متابعا للأحداث وربما بعمق؟ شكرا أستاذ فراس، تحية لك، تحية لكل المشاهدين. وبالبداية لا شك بدنا نتوجه بأول شيء تحية إكبار لكل اللبنانيين وخاصة سكان الجنوب والبقاع وكل منطقة لبنانية تهجروا من منازلهم، وأنت بتعرف ما معنى أن يغادر أو يترك الإنسان منزله وذكرياته وأرضه وشجرته وكل هذه الذكريات، هذه صعبة كتير. فتحية كتير كبيرة لأنه، وتحية طبعا لكل يلي واقف هلأ على الجبهة وعم بيتصدى لأشرس هجوم أنا برأيي يشهده لبنان منذ عام 1947، تاريخ نشوء هذا الكيان الغاصب. هاي المعركة معركة مفصلية كبيرة، معركة فينا نسميها معركة وجود لألنا، حتى وجود للإسرائيل اللي قال هيدي معركة وجودنا وأسماها يوم القيامة. الفارق جوابا على سؤالك، طبعا هون مفارقة أنه أنا بالعام 2006 كنت أحد، يعني ما بدي امدح بنفسي حسب شهادة الكثيرين، وعلى فكرة تسلمت الدرع تقدير من السيد حسن نصر الله شخصيا رحمه الله، تقديرا لجهودي بتغطية حرب 2006، وإضافة لدروع تكريمية من الكثير من الجهات المحلية والعربية وحتى الدولية تقديرا لجهود. فأنا ب 2006 لا شك كنت بالميدان، كنت بالأرض على شاطئ صور وخارج شواطئ صور في معظم القرى والبلدات اللي كانت عم تشهد مجازر وقصف وغارات وقتل، وشهدت على مجزرة صريفة، قانا، كل هالمجازر اللي كانت تحصل. غطيت بكل مناطق لبنان 2006 حسب طبعا المواجهات كانت عم تحصل. فاليوم أنا مراقب، أنا مشاهد، أنا متابع، طبعا الفرق كتير كبير، وقارئ وقارئ طبعا الفرق كتير كبير.
وانا هلا عم عيش لحظات ما بخفي لك على المستوى النفسي صعبه والله. طبعا لانه انا غير فكر غير تكون بغير مكان غير نفسيا غير انه انت بالحرب يعني زمن الحرب وعائلتك و... صحيح. نزوح انت نازح طبعا انا نازح هلا انا نازح انا وعائلتي ومتفكر بعائلتك ومتفكر بضيعتك ايضا انت قبل بلده تشباع. انا بالعموم في راس كنت تعيش لحظات صعبه لناحيه انه انت طبعًا. بتحس كمان انك لازم تكون بالميدان طبعا انا لانه بعد عندي القدرات اني اغطي واعمل. هلا ليش مش موجود هيدي فيها بدها حلقات هيدي مش حلقات طبعا بدها حلقات وبدها هذا الكتاب بذاكر الاسباب بدها حلقات وبدها قراءه هذا الكتاب على كل صح. حال موضوع التغطيه الاعلاميه ووقوفا عند الكتاب رح خليه للمحور الثاني لانه هلا بدنا نحكي شوي بالقراءه السياسيه والميدانيه. فقط للاشاره عدنان غملوش مذكرات مراسل قناة العربية المصداقية الضائعة هذا الكتاب الصادر مؤخرا عن دار الفقيه للنشر في العاصمة اللبنانية بيروت صدر عشية بدء هذه الحرب يعني الحرب الموسعة يعني. على لبنان المصادفة ومفارقة على كل حال لنا عودة إلى هذا الكتاب في سياق الحلقة. طيب عدنان كأنه عم نقيس أعمارنا بالحروب يعني هلأ لأنه عم بتذكر 18 سنة صحيح هديك اليوم عم نقيس أعمارنا قدرنا أنه نقيس أعمارنا كلبنانيين وكجنوبيين وقاعيين بالحرب بين حرب وأخرى صحيح خصوصا جيلنا أنا جيلي أنا وقت اندلعت الحرب اللبنانية بنيسان 1975 كان عمري 15 سنة فأنا من ذلك التاريخ إلى اليوم ومعظم أبناء جيلي يمكن عاشوا كل هاي الفترة اللي هي عبارة عن حروب وأزمات على مستوى الداخل والخارج فبالتالي أعمارنا لا يعني أصبحت فعلا هذا مصطلح أنا بأيدك فيه تقاس بالأزمات بالحروب بالمصائب وبالتالي أنا بقول منيح اللي بعدنا واقفين عن جد متحملين هذا الكم من القهر شئنا ما بينا وهذا الكم من التعب وهذا الكم من غياب الفرح يعني أنا كإنسان عشت بهذا البلد بحس أنه أنا سافرت فترة على بريطانيا على أوروبا شعرت أنه فعلا انتقلت من زمن إلى آخر وليس فقط من مكان إلى مكان وقت رحت عشت سنتين ببريطانيا ب2017-18 حسيت أنه أنا صرت خارج كوكب أنا كنت عايش فيه فلك المفارقة فإيه صارت أعمارنا تقاس بالحروب للأسف يعني بس بالنهاية أنا بقول أمام هذه القضية عن جد أمام التضحيات وحجم الدم اللي بذل لازم نصبر لازم نوقف ونأكد على أنه قدرتنا على التحمل إلى حد ما رغم التعب والقهر اللي حكيته لازم تضل هي الحافز إذا بدك حتى بالنهاية ما نهزم لأنه صدقني إذا هزمنا وكتار يمكن بيقولوا شو بدنا بهالشغلة وخلاص وكفينا حروب مزبوط وما حدا بحب الحرب مزبوط كلنا ما بنحب الحرب بس للأسف نحن بحرب أمام عدو لا يرحم أنا بقول الإسرائيلي بين مزدوجين إذا نجح بهاي الحرب وبغيرها صدقوني رح نوصل لمحل نقول والله يا ريت صدقنا اللي كانوا عم بيقاوموا لأنه هذا العدو خي مصر مش عاملة تطبيع مع إسرائيل طبعا أنا بتحدى يكون في أي إسرائيلي كسائح قادر يفوت على القاهرة لأنه الشعب المصري رافض لأنه هذا الإنسان الصهيوني اللي بيننا وبينه أنهار من الدماء لن يكون يمكن لن أنا لن يكون شيئا طبيعيا حتى هو كشخصية ولك راحوا على الإمارات قاموا بعملية سرقة حسب ما نقل صار فيه سرقات بالفنادق والأوتيلات شعب عنصري شعب أنا برأيي هذا الشعب يعني أكاد أصل إلى ما قاله هتلر عنهم بمرحلة رغم أنه أنا ضد المحرقة يمكن ضد أي إنسان يتعرض لهذه المحارب انتبه على الكرمال تهمة اللاسامية ما هو هذه أنا قلت أنا ضد الجاهزة. المحرقة بس هتلر يبدو كان فهمان اليهودي إذا بتراجع خطاباته كان فهمان العقل اليهودي التوراتي يلي بيقول أنه أنا لازم أعيش وغيري لازم يموت اقتلوا أطفالهم قبل كبارهم أمام هيك فكر أنا كيف بدي أتحمل معلي لو انه كان في صعاب طيب هيدا يتطلب صح هيدا يتطلب عدنان غملوش ان لحتى ناس تصبر وتصمد عن جد طبعا بدها مقومات صمود بطبيعه الحال وبدها تفهم وهذا الاهم يعني بمعركه الوعي اليوم انا طبعا ما عم بحكي من منطلق تنظير لا سمح الله على ناس اكيد لا بس عم نحكي كلنا
كمجتمع أنه نفهم طبيعة هذه المعركة، لأنها قبل شوي كنت عم تقول أنه هذه معركة مصيرية، معركة وجودية، مثل ما هي بالنسبة لهم تحولت أيضا بالنسبة لنا، وأنه نحن أصحاب الأرض يعني معركة دفاع مصيري عن هذا الوجود، في حدا جاي يشطبك يعني. قديش الناس وكلنا مهيئين فعلا لأن نخوض معركة طويلة هالقد؟ ما بعرف قديش بطول المعركة. عم بحكي أنا من ناحية معركة الوعي يعني، أنه نفسيا كمان كتير مهم. شوف سؤال كتير مهم هيدا. هلأ هذا السؤال ممكن جواب يكون على جزئين أو قسمين. على المستوى إذا بدك الناس العاديين، خصوصا النازحين اللي تركوا منازلهم، وحتى اللبنانيين اللي عايشين خارج مناطق الخطر كمان، ما هو عم بيفكروا ويتابعوا ويحضروا. في مصير بلد. عفوا، مسار الاعتداءات الإسرائيلية أوضح أنه اليوم تقريبا كل المناطق، حتى هلأ من شوي يعني عم يضرب وين مكان. صحيح. فاللبنانيين حتى عامة أكيد لا شك يعني عم بيتفاعلوا مع على المستوى النفسي مع ما يجري. بالنهاية في جزء كبير من وطنهم عم يتعرض لاعتداء ولهجوم ولتدمير ولقتل. فعلى المستوى إذا بدك الشعبي، أنا بصراحة لا شك بحيي كل إنسان بعده لهلأ صامد وعنده من المعنويات ما يكفي لكي يقول أنا ما زلت قادر على المواجهة. أنا بحيي هذه أي إنسان عنده هاي النفسية هذه الروحية عادي. صحيح. بس بنفس الوقت كمان خلينا نكون واقعيين في رأس ما فينا ننكر كمان أنه قدرات الناس المادية والمعيشية منا سهلة، صعب كتير قدرتهم على التحمل. لأمتى قادرين يصمدوا ما بعرف. كمان عندي نقد صراحة بهذا الإطار، خطة الإيواء ما كانت قد الحمل مثل ما بيقولوا على مستوى الرسمي، رجعوا تفاجئوا. حتى على مستوى الحزب صراحة ما كان أثبتت الوقائع على الأرض إنه ما في خطة إيواء، بلس إنه تكاليف النزوح عم تكون عالية. يعني مش كل الناس قادرة تستأجر بيت ب $1,500 $2,000. أنا نازح هلأ وبعرف يعني وشفت، وأنا من يلي أخذوا بيوت بهذا المقدار. فبالتالي كان لازم يكون في جهوزية أكبر على هذا المستوى. وعدنا قبل الحرب هاي في من الدولة خطة طوارئ موجودة محطوطة من 9 أشهر. عمليا ما في شيء. ما أنا عمليا عم بحكي عمليا واضح ما شفت شيء. هلا وزعوا كم فرشة كم إعاشة إجا بتصور هاي وما كافين أبدا أبدا. لا في ثغرات كتير دول عربية خجولة بعدها. يعني ب 2006 المطار أنا بتذكر كان عندنا كاميرا على طول المطار ضلت تغطي الطائرات اللي عم تنزل وتعطي مساعدات. هلا ما في شيء، خجول المساعدة. هذه مرتبطة بأسباب أخرى سياسية. هلا الحرب هلا عنوانها هلا غير. نحن هلا الحرب غير 2006 كليا. هذه معاييرها تختلف كليا بكل تفاصيل العنوان بكل شيء على المستوى العسكري والنزوح والأهداف والرقعة الجغرافية. 2006 كنا نحن وياهم لحالنا. هلا لا، في امتداد جغرافي في دول لاحظ في انت دول المحور او دول وحدة الساحات. يعني اليمن عم بيشارك بشكل او باخر، العراق، ايران، ونحن. فهي رقعتها الجغرافية تختلف عن 2006 كليا. حتى حجم الاستهدافات عم بكل تفاصيلها. يعني عم نحكي بكل، اذا ما ناخذ الاطار السياسي والميداني والتفاصيل اللي عم بتصير، رقعة الاستهداف بالجهتين بتشوف في اشياء مختلفه. هلا عم بتذكر انه يعني اللي بقى حتى عم يقصف بشكل لا يقل عن الجنوب ابدا، يمكن هذا ما كان حاصل. شوف حتى الضاحيه الجنوبيه بالقصف اللي قصف، بمعزل عن انه لا توقفت من اسبوع الى الان القصف الليلي اللي كان عم بصير في مناطق ما كانت عم تقصف، كانه الحرب بلشت مطرح ما وقفت بال 2006. مزبوط. يعني بلشوا من مطارح ما استهدفوها بال 2006. صح. طيب الحرب الإسرائيلية الحاصلة الآن على لبنان، وأنا وأنت نتحدث عن هذه الحرب، كنا قبل بداية هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الحرب، وكل حديث الناس هنا في هذه المنطقة في بيروت في أي مكان في لبنان هو حديث الحرب بطبيعة الحال، النازحين أيضا وهموم وما مشاكل اليومية. طيب كنت عم تقول عدنان أنه كل شيء مختلف في هذه الحرب. كنا عم نحكي يعني دائما بذاكرتنا حرب تموز 2006، الآن عم نحكي عن هذه الحرب اللي هي يعني حرب طوفان الأقصى بالنهاية، اللي بلشت قبل سنة ب 27/2023، وما حدا أصلا كان متخيل أو متصور أنها تستمر الأمور إلى هذه الدرجة. وصلنا إلى هنا.
إلى هذه اللحظة؟ أين نحن الآن في هذه الحرب؟ على أي مفترق الآن؟ كيف شايف المسارات المقبلة لهذه الحرب؟ نحن أمام لحظة مصيرية بكل بساطة. هذا العنوان بيعطي لهذه الحرب. نحن في خضم معركة وجود تختصر إذا بدك حروب بيننا وبين هذا الكيان الغاصب من 83 إلى الآن. هو 30 سنة أو أكثر شوي هول عم يختصروا هلأ بهيدي اللحظة في تكثيف هالقد وأكثر. نتنياهو على ما يبدو عم يصرح هالشي بشكل علني قرر أن يعني يذهب بهذه المواجهة إلى الآخر. شو الهدف؟ الهدف غير المعلن، الهدف ضرب إنه تتذكر بالأول قديش كان المحور. الهدف بدي يرجع سكان الشمال صح. على بداية الحرب هاي كان عم بقول إنه بدي أرجع عم بس على أرجع سكان المستوطنين. لا أنا برأيي على ما تكشف حتى اللحظة حسب ما عم تابع لا الهدف أكبر بكتير. اللي هو ضرب المقاومة في لبنان وضرب المقاومة في غزة اللي هن أهم ذراعين عسكريين لإيران. ضرب المشروع الإيراني الأكبر اللي هو موضوع وحدات الساحات والمحور اللي عم محور الممانعة اللي عم بيواجه مشروع على بيسموه مشروع السلام. أنا برأيي هو مشروع استسلام وتغيير لخريطة المنطقة تمهيدا لعملية تطبيع تطال كل دول المنطقة. هذا المسار أصلا كان ماشي قبل صح. نحن أمام شرق أوسط جديد. نتنياهو لو كلفته هاي الحرب أكثر من 10,000 قتيل بده يضل فيها للآخر لأنه أمام مصالح الدول الكبرى. وتقول نتنياهو إسرائيل يعني أمريكا وبريطانيا ودول الغرب كله بظهره. لو كلفت هالحرب خسائر بشرية ومادية هم مستمرون حتى تحقيق الأهداف. هلأ بيحققوا الهدف ما بيحققوا هذا موضوع تاني بس حتى اللحظة هيدا العنوان اللي بس هيدا واضح في تفاصيل بدك نحكي فيه بس هيدا بيخدنا. هلأ بنحكي بتفاصيل ميدانية ولكن هيدا بيخدنا على خيار توسعة أكثر للحرب إذا تكون حرب إقليمية. لأنه اليوم عم نقرأ إنه صارت أقرب من أي وقت مضى. أنا إذا بدك رأيي إذا ضل ماشي هيدا المسار أنا إذا بدك رأيي نتنياهو صحيح هلأ حزب الله وحماس إن بالواجهة معه عسكريا لكن المواجهة الأكبر التي ينتظرها نتنياهو هي مواجهة إيران نفسها وتحديدا المشروع النووي الإيراني. ليه؟ لأنه إذا إسرائيل ماذا يعطي لإسرائيل التفوق؟ امتلاك السلاح النووي. تفوقت على كل دول المنطقة لأنه معها سلاح نووي. أي واحد بتخطى حدوده بيهددوه فيه بتعرفش يعني سلاح نووي. إذا ما امتلكت إيران القنبلة النووية هذا يعني بكل بساطة ضرب القدرة على التفوق لدى إسرائيل وبالتالي تغيير معادلة المنطقة كلها. لذلك نتنياهو يسعى إلى المواجهة مع إسرائيل مع إيران وجر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية معه من أجل الوصول إلى هذا الهدف ضرب المشروع النووي الإيراني وعدم السماح لإيران بامتلاك القنبلة النووية. قديش الأمريكاني بيروح على إسرائيلي بهيدا الموضوع؟ قديش الأمريكاني ممكن أن يجاري الإسرائيلي بهيدا الموضوع تحديدا؟ حتى اللحظة ما عم بيجاريه حسب ما عم نسمع ونتابع ونحلل ونقرأ. حتى اللحظة عم بيحاول الأمريكان رغم مساعداته العسكرية لا حدود لها عم بيحاول شوي الجم الإسرائيلي. يعني مثلا في بموضوع بموضوع إيران تحديدا بموضوع خاص. إيران أنا برأيي حتى اللحظة الأمريكان عم يحسب حسابات خصوصا أنه أمام انتخابات. نحن بعد في 3 أسابيع للانتخابات الأمريكية. على فكرة الأمريكان ما له مصلحة على خصوصا الديمقراطيين لأنه هلأ إذا إسرائيل ما له مصلحة بشو ما له مصلحة بأنه تنضرب إيران. كلنا ناطرين وين الرد الإسرائيلي كل عم يسأل أمتى وكيف صح. أنا برأيي من هون لثلاث أسابيع موعد الانتخابات الأمريكية رح يردوا الإسرائيليين. تذكر كلامي عم تسجلوا لي إياها من هون لموعد الانتخابات قبل شوي. تنبؤاتك خطيرة. لا قبل شوي هلأ أنا ذكرتني شيء قريته بالكتاب عن على فكرة مش عن خطف الجنديين الإسرائيليين بال2006. أنا مني بالبنتاغون ولاني بي لا بوقتها كانت على معلومات صحيح. بال 2006 حكينا كتير شغلات ما حدا ذكرها هون صحيح ذكرها بالكتاب. فأنا برأيي من هون قبل موعد الانتخابات اللي هي ب 25 في ضربة إسرائيلية لإيران. هلأ قدي الأمريكي عاطيه صلاحية للإسرائيلي يضرب أهداف نوعية هذا السؤال الكبير. أنا برأيي يبدو الأمريكان ما بدهم الإسرائيلي يضرب المفاعلات النووية الإيرانية. قد يكون هناك ضربة على منشآت عسكرية على مصافي نفط ممكن
إذا ما بدهم يصعدوا بكون حجم الضربة هالقد. إذا بده يصعد نتنياهو ويجر الأمريكان يروح على ما هو أبعد. هلا بتقلي طب كيف بده كيف رح يسمحوا له يضرب أو يعطوه الضوء الأخضر وفي انتخابات؟ لأنه نائب ترامب وقت راح نتنياهو على نيويورك الظاهر صار في اتفاق ضمني مع بعض إنه يا خي قد ما فيك ما توقف إطلاق النار كان في مساحة كبيرة وخلي الحرب مستمرة ونحن أنا بتكفل لك في حال نجحت لأنه استمرار الحرب ضرب إيران ضرب مرشح الديمقراطية صحيح فبالتالي ترامب أكيد عامل شيء بينه وبين نتنياهو اتفاق ضمني إنه استمر بالحرب ما توقف ضرب إيران هذا بيخدمه أكيد لترامب وبيدفع إنه يوصل للحكم. بدي أحكي بعد أكثر بتفاصيل ميدانية فيما يحصل في الجنوب بعد الفاصل ولكن قبل ما أروح على فاصل عدنان لأنك ذكرت نتنياهو قبل شوي قديش رمزية المشهد مهمة بدلالة أن تصل مسيرة إلى البيت بيت بنيامين نتنياهو ما هيك المسكن الذي يقيم فيه هذه ذكرتني بضرب السفينة الحربية يوم ما السيد رحمة الله عليه طلع وقال كنا نحن محبطين أول أسبوع صراحة أنا كنت على الأرض بحرب كان في حالة إحباط صحيح أنه كلنا كنا بحالة أنه خلاص ضربوا المطار ضربوا الضاحية كان والحاكم وقت عن بنك أهداف كبير انضرب طلع السيد انظروا إليها تحترق رد لك الروح هيدي اليوم تعادل إلا بل أكبر أنا بقول هيدي اللحظة اللي اليوم تابعناها وعشناها ضرب مسيرة لمنزل نتنياهو توازي لبل تتفوق على لحظة ضرب ساعر السفينة الحربية الإسرائيلية اللي طلع السيد وقال رحمة الله عليه اللي قال إنه انظر إليها تحترق هيدي اليوم إذا بدك أعطتنا مش بس شحنة معنوية ردت الروح إلى حد ما على أنه نحن عن جد ما زلنا نملك القدرة لأنه في كتير عم بيراهنوا أنه خلاص انتهى يعني مقاومة هي تصيب مسيرة للمقاومة منزل نتنياهو ليست مسألة رمزية مسألة من عادية على الإطلاق مسألة نوعية رملو طبعا هو يعني ما كان هاي بتغير المسار على فكرة على المستوى العسكري شو بتقول هيدي الرسالة بتقول انه انا انك انت عبنك الاهداف يا انه انا اصل انه انا قادر اوصل لاي هدف بدي اياه حتى عبيتك حتى لو ما كنت فيه مخبى انا قادر انا اقول لكل من يراهن على هزيمتي انه ما زلت قادر على وما زلت امتلك القدرة العسكرية النوعية انه توصل طائراتي الى قلب تل ابيب الى منزل نتنياهو وهيدي بتعطي ايضا معنويات مش بس للناس للبيئة الحاضنة بتعطي معنويات للعسكر على الارض انه نحن عن جد قدرتنا العسكرية لم تنتهي ولن تنتهي انا برأيي الميدان المعركة البرية اذا بدك نحكي عنها اللي ممكن نشهدها هلأ بهالفترة ايضا انا برأيي الميدان رح يشكل مفاجأة كبيرة للإسرائيلي طيب. الميدان بعد الفاصل وأشياء أخرى لها علاقة أيضا بميادين أخرى اللي هي ميادين الإعلام اللي هو كمان ملعبك رحب فيكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمراء مع الإعلامي عدنان غملوش أنا الآن أصور هذه الحلقة من داخل مقهى تحت الشجرة في شارع جان دارك في منطقة الحمراء وهذه ليست المرة الأولى التي أصور فيها في هذا المكان وهو من الأمكنة المفضلة لنا كبرنامج شارع الحمراء على كل حال لفتتني هنا قريب مني ومن عدنان عبارة بيننا وبينكم الليالي والأيام والميدان هذه العبارة المعلقة هنا في هذا المقهى وهي من العبارات التي كررها في الأشهر الأخيرة الماضية السيد الشهيد حسن نصر الله بالمناسبة عدنان غملوش كيف تفاعلت مع اللحظة الأولى لخبر الخبر اغتيال السيد حسن نصر الله دخلت على غرفتي وسكرت ضليت ابكي شي نص ساعة بكاء ذكرني ببكائي على اهلي الوالد والوالدة شعرت بلحظة مرق قدامي شريط من 83 للحظة اللي اعلن فيها الخبر مرق بسرعة عن جد والله ما بعرف شو تفسير هاي الظاهرة
لأنه أنا التقيت بالسيد حسن سنة 1983 في مدينة النبطية، كانت بدايات تشكيل سرايا المقاومة، كانوا بعضهم قلال. التقيت فيه، أخذني استحبني، ما قاله شهيد أحمد علي شعيب، استشهد بعملية الشومرية، مشهور قائد كان بيدي، أخذني وشفته كان ضعيف السيد، ودعه هيك سودة ملامحه وصغير هيك، وقت سأله لشيء قال له مين الشاب، ما بنسى هالكلمة. بطريقته ايه، فمرقت هيدي السنوات، مرقت بشريط سريع جدا. فأكيد صراحة لأنه خسارة السيد عن جد، حبيته اختلفت معه، ما حبيته بالسياسة اختلفت معه. رجل أثبت عن مقدرة أول شيء، أنه صنع مقاومة من لا شيء، كانوا ولا شيء ولا شيء، ونجح بأنه يعمل حالة مش بس بلبنان، في الأقليم كله. صحيح. لذلك من أسماء قائد المحور خصوصا بعد غياب سليماني، ما هو الحق سيد حسن شخصية تدرس. صحيح. أنا برأيي حتى لو اختلفت معه بالسياسة، الشخصية تدرس ككاريزما، كقائد، كقارئ، كخطيب، كإنسان عنده إرادة. وواجه لآخر لحظة، أنا بعتقد السيد كان حاسس أنه راح يستشهد، لاحظ آخر خطاب له، قبل آخر خطاب يمكن، لا آخر واحد، آخر جملة بتصور، بتصور قبل اللقاء مع الأحبة، إلى اللقاء مع الشهداء، بتصور إذا مش غلطان قبل آخر خطاب بتأمين فقط. anyway، المهم كان حساد، وكان عم بي وكأنه يشعر أنه خلاص. طيب. هذه الخسارة الكبيرة، كبيرة جدا، ورح نحتاج بعدين لوقت بتصور كتير لنرجع بعد نهاية الحرب نستوعب ما حصل. خسر المحور، محور المقاومة السيد حسن نصر الله، وخسر أول من أمس أيضا قامة ميدانية وعسكرية كبيرة وسياسية بحجم يحيى السنوار. طيب، كل الشخصيات التي غابت، الوضع الميداني الحاصل في غزة من سنة إلى الآن، الوضع الميداني الموجود الآن في جنوب لبنان، بدي روح من هون، هل حتى هذه اللحظة كفت الميزان؟ عدنان بصراحة بدي منك، وبحكم متابعتك أنت يعني لديك خبرة في الميدان، لأنك مراسل ميداني ومراسل حربي، تجربتك، هل الكفة الآن راجحة لصالح إسرائيل وحلفائها بطبيعة الحال في مواجهة محور المقاومة؟ برأيي بغزة إذا بدك على المستوى العسكري إلى حد ما أو إلى حد كبير، الكفة تميل صراحة للعدوان للإسرائيليين. يعني هذه بتصور ما حدا فيه إنكار. هذا لا يعني أنه المقاومة انتهت، المقاومة موجودة، هذا لا يعني أنه ولكن حماس انتهت، ولكن عم تحكي عن ميزان قوى، أنه نتنياهو امبارح بيقول أنهينا حماس. أنا برأيي لا، هذا لا يعني أنه حماس انتهت. أوكي، ممكن عسكريا ضربت ضربة كبيرة ونوعية. طيب. حتى خروج السنوار ومواجهته المباشرة، لبس الجعبة وسلاحه، شو بيعني؟ بيعني أنه خلاص وصل للحظة اللي بده يطلع، بده يواجه بشكل مباشر، خلاص انتهت. يعني لن بدي أختم حياتي بهذه الطريقة. وهي الصورة اللي لقطوها قاعد يعني عم يتطلع، هذه سيخلدها التاريخ. أنا خلاص برأي. أنا برأيي طبعت، هذه اختصرت، صارت بوستر موجود يعني. صحيح. هاي على مستوى لبنان لا، الموضوع بيختلف تماما. جبهة جنوب لبنان، أنا برأيي ما يسعى إليه الإسرائيلي حسب المعطيات الآن هو تحقيق خطوة ميدانية تمتد، احتلال يعني، تكريس واقع عسكري يمتد من كفر كلا عديسة مرورا ببليدة وحولة وماس إلى عيت الشعب، ربما وصول للناقورة كخطوة أولى. هيدي عم نحكي عن بدون ياخد شريط طوله أو شريط عازل، طوله 43 كيلومتر، عرض بعمق 5 أو 7 كيلومتر، قد يضطر يوصل لليطانة، هذا هدفه الأولي. هلأ هلأ بتقلي بلش، يبقلك لا، بعده عم يعمل نوع من استطلاع بالنار، عم خطوة خطوة، بس الهجوم الكاسح، الغزو، الاجتياح بعد ما بلش. في 4 فرق واللواء احتياط استدعوهم، صور صاروا 5 يمكن كمان. فبالتالي هدفه هلا يحتل هيدا الكريدور، هيدا الشريط. اذا نجح قد يستمر او قد يبقى في هذا الشريط المحتل اللي هو مساحته بدون شك كبيره، لتكريس اذا بدك امر ما يعزز منه موقفه في حال صار في ضغوطات على مستوى المفاوضات والحركات الدبلوماسيه عم تحصل، من اجل فرض شروط جديده. انا برايي اكثر من عمليه تعديل لل1701 كما يحكى. في حدا عم يحكي انه
تعديل البنود 1901 بما في موضوع القوات اليونيفيل. ليش نتنياهو كل شوي عم بيهدد اليونيفيل داره لانه بده يكرس لحاله يبقى واقع جديد. هاي واقع جديد وتجنب ضربهم مشان ما تقوم عليه يقوم على العالم. اثنين من اجل كمان ترك الساحه له وحيدا من اجل لربما بالمستقبل هون 1901 تعديله ادخال قوات دوليه على شاكلة متعددة الجنسيات على شاكلة ما حصل بال 83 بدل اليونيفيل. صحيح يبدو هيك مشروعه. في حدا آخر هذا رأي تاني يقول لا القصة أبعد من هيك بكتير، سيقوم بهجوم بري كبير جدا يبدأ من الجولان، بقول إنه صار فيه نزع للألغام اللي كانوا حاطينهم، حتى طلبوا من أحد المواقع الروسية المهمة هونيك موقع مراقبة ينسحبوا من هونيك وبيقال إنه انسحبوا الروس لا يدخلوا من الجولان يفوتوا من هونيك صبرا شيء وحاصبية ويعملوا نوع من التفاف على المقاومين في عمق الجنوب. ليه؟ لأنه هاي الخاصرة بيعتبروها ضعيفة رخوة عسكريا. في بس افتح هامش لو مضطر افتح هامش لأنك حكيت عن قصة الروس هامش بس سريع بس شوي صغير تفضل. أنا بقول السؤال الأبرز هل ينجح نتنياهو بهذه العملية؟ أنا برأيي ما رح ينجح، أو على الأقل في حال نجح رح يتكبد خسائر ضخمة جدا، لأنه بتذكر تيمور جوكسيل كان ناطق باسم اليونيفيل يقول أقوى جيش بالعالم ما في يهزم ما في يحتل جنوب لبنان لفترة طويلة لأنه تضاريسه صعبة، وديان وتلال وقواع كرة فاتت ببعضها وزواري كأنها مهيئة لتكون تضاريس دفاعية. 2006 شاهد على ذلك معركة الحجار مجزرة الميركابا الشهيرة، وادي سلوقي نفس الشيء، الغندورية نفس الشيء، لذلك بعد ما شافوا غير الخطوط الأمالية لورا في تعزيزات أكبر وأخطر وأقوى وأكثر نوعية وأكثر قدرة، حتى يقال قوة الرضوان معظمها جوا ورا صوب الغندورية وهالمناطق. فبالتالي أنا برأيي سيفشل نتنياهو، وإذا نجح بدي سلم أنا معك وصل لصيدا ولك وصل لبيروت كما حصل بال 82. أنا برأيي صحيح رح تكون ضربة قاسية، صحيح رح ترجع لورا 30 سنة وترجع تأسس من جديد مقاومة، لكن هيدا ما رح يسمح للإسرائيل إنه يبقى لأنه رح نكون أمام مقاومة أخرى. بس هذا سيناريو واقعي؟ هذا سيناريو إلى صيدا أو 82 كان شارون يقول أنا واصل بس للحدود الليطاني شوي وصل لصيدا، قال بس لصيدا 82 عدنان. نحن اليوم بال 2024 عم نحكي عن أنت بتتوقع نتنياهو يعني قبل الدخول في هذه الحرب كنا عم نحكي عن شيء آخر، كنا عم نحكي عن ميزان قوى يعني ما بدي قيم بس مين لوين طابش، بس كنا عم نحكي بمعادلات معادلة ردع على هذا موضوع ثاني. طيب ايه بس انا برأيي نتنياهو هذا المجنون توقع منه كل شيء. انا يعني حسب ما عم نشوف على الاقل غزة حتى ما كان قايل بدي يفتح غزة برأيك اثنين وهذا الاهم. انا برأيي اذا فشلت العملية هاي اللي حكيت عنها الكوريدور اللي عم كده اذا فشلت شو بيعمل؟ فرضاً نشحت وضلت الصواريخ تنضرب على كل الكيان طيب شو بيعمل؟ انت محله شو بتعمل؟ بكفي ما هدفك ما حققته اطلاق الصواريخ استمر. هذا بيخدنا على حرب طويلة. صحيح لذلك انا بقول حرب طويلة جداً. انا بقول خصوصاً اذا نجح ترامب بالوصول للبيت الابيض ممكن تروح القصة كتير يعني اكتر من اشهر. انا يعني كمان بهمني للمشاهد انه الفارق اصلا يعني حتى الديمقراطيين من سنة الى الان انه بتصور ما كانوا هالقد يعني سيئين مع الاسرائيليين، هلا كان عندهم اسلوب صاروا سنة بيحذروا انه الحد من المدنيين ومن الاضرار من المدنيين وبيلوحوا بشحنات السلاح اوقات ولكن فعليا هذه مضحكه كانوا عم يقدموا كل شيء للاسرائيل. ما هذه هي ما هذا التناقض الغريب والرهيب انه بيقولوا ما تضروا المدنيين وحرام وحرام شوي بيعطون سلاح كل صاروخ وزنه مدري كم طن. انا برايي الموقف الامريكي موقف مخادع واضح جدا داعم لاسرائيل دون حد. فبالتالي انا برايي القصه طويله، حتى في معلومات بتقول انه سرب للروس، الروس تواصلوا مع الاسرائيليه، ما قيل او ما سمعه الروسي من الاسرائيلي انه ماض في هذه الحرب للاخر. فالموقف الامريكي موقف يتناقض مع نفسه، يطلب من الاسرائيلي تجنب ضرب المدنيين بيعطيه سلاح نوعي بيدمر حي باكمله. فبالتالي الموقف الامريكي اذا بدك رايي موقف مخادع وهذا ما لمسناه طوال هذه الحرب. طيب موقف مخادع الهامش اللي كنت بدي اقول لك عنه راح اروح على محور ثالث استثنائيا خصصه للاعلام قبل ما اروح على فاصل تاني. الهامش اللي كنت بدي افتحه معك هو اللي له علاقه بالروس. يا اخي طب الروس وين؟
يعني نسأل دائما عن الأمريكاني، الأمريكاني الأمريكاني عارف حاله وين وعارف شو عم يعمل وماشي مع الإسرائيلي لآخر. طب الروسي وين؟ أنا برأيي الروسي عنده حساباته. أنت بتعرف فراس إنه الدول الكبرى ما بتشتغل كاريتاس وإنه أنت حليف وحبيب. عفواً عفواً، لا لا لا، منه حليف أحد يا أخي، بس إنه حتى بالموقف يعني أساساً الروس إذا بدك أنا قريت موقفهم مشغول بأوكرانيا بحاله؟ ممكن عليه لحساباتها هاي، بس أنا برأيي الروس من وقت اللي ضربوا الإسرائيلي القنصلية إيرانية بسوريا أنا دغري سألتهم طب وين منظومة الدفاع الجوي الروسي؟ كيف سمحوا للطائرات تضرب القنصلية ويروح فيها شخصيات مهمة؟ أنا من وقتها حسيت أنه الروسي موقفه مريب. حتى يقال، ما بعرف صحة المعلومات، أنه الروسي أبلغ الإيراني أنه ما تتكلوا علي، إذا متكلين علي ما تتكلوا علي بسوريا تحديدا. أي طبعا، أصلا كان في تبينات خلال السنوات الماضية بالسياسة بالتموضع. بعدين ما تنسى أن الروسي له مصلحة يكون هو إذا بدك الطرف الأساسي والوحيد بسوريا. ما له مصلحة الإيراني يكون موجود بسوريا. بالحسابات تاعت الدول الروسي ما له مصلحة يكون شريك مع الإيراني بسوريا، فبالتالي بغض النظر عن كتير أمور. هيك أنا عم بقرأ الموقف الروسي. طبعاً هيدا الموقف الروسي الآن يمكن يختلف بكرة بحالة الضربة لإيران، في حال حصل يكون في موقف مختلف. ما بظن كمان والله، أنا ما بظن، لأنه شوف أنا بتعرف كنت بالجامعة درست علوم سياسية، إجانا سؤال، كان عندنا مادة اسمها القضية الفلسطينية، إجانا سؤال ليش الاتحاد السوفيتي أياما وافق على أول دولة كانت بمجلس الأمن، تاني دولة كانت أول دولة بتصوت على إقامة الدولتين، مشروع الدولتين، تقسيم، مشروع قرار التقسيم، الروس تاني الأولى بعد أمريكا بعتين. أوكي، وقتها جانا السؤال شو تفسيرك للموقف الاتحاد السوفيتي؟ شو كان جوابك؟ جوابنا المهم الله يوجهها للخير دكتورة بيان واحد كانت تعلمها بيان واحد الحوت. أيوة فبالتالي وقتها قلت لي أدهشتني إجابتك. فالموقف السوفيتي وقتها كان مفاجئ، واليوم نفس الشيء. أنا برأيي المسار كله تبع الروس هو مسار واحد. قبل ما روح إلى فاصل تاني وأخير بالسيناريوهات اللي حكيتهم للمعركة الآن للحرب على لبنان في جنوب لبنان، أي الخيار الأكثر ترجيحا في، خلينا نحكي على الأقل من هون يعني في الأسابيع المقبلة؟ خيار العسكري، ما في خيار دبلوماسي. أنا برأيي إلى الآن الدبلوماسي لك هو ماكرون رئيس فرنسا أعطى موقف شوي في هيك شوي لطشة للإسرائيلية نشر مستعمل مصطلحات هجموه بشكل ما طبيعي، فبالتالي الموقف الآن هو موقف ذاهب إلى الحسم العسكري. طيب، في قرار اتخذ لا عودة إلى الوراء، والإسرائيلي مغطى من الأمريكان من الاتحاد الأوروبي، مغطى موقف وزير خارجية ألمانيا. من مين من كل أنا برأيي، من حتى بعض الدول العربية للأسف، يعني بعض الدول العربية شريكة وعم تتفرج وناطرة هاي اللحظة. أي في مشروع خلص في شرق أوسط جديد إسرائيل ستكون جزء أساسي منه، اللي ما قبلان هيدا مصيره دمار قتل مجازر إبادة. عندك ثقة عدنان عندك ثقة بأنه هذا المشروع سيفشل، سيفشله المقاومة على المدى الطويل؟ عم بحكي مش بقناعتك اللي هي أنت كابن الأرض، يعني اللي خيارك يمكن بتعبر عنه بشكل واضح، بحكي بميزان. أنا برأيي هذه الحرب، هذه الحرب إذا ما كتب للإسرائيلي أن ينتصر فيها لا سمح الله ستولد بادر ماينهوف جديد، منظمات إرهابية للمزدوجين جديدة، لأنه هذا المصطلح متعارف، هي منظمات أنا برأيي حتكون متطرفة جدا، هني بيستخدم، حتولد حركات تحرر ورح تشهد العالم قصص كبيرة ما كان حاسب لحسام إذا ما نجحت إسرائيل، وسيعاد تشكيلات أخرى للمقاومة بوجه آخر، يمكن بتنظيم آخر ما بعرف، بس على المدى الطويل ما رح تنجح، على المدى القصير قد تنجح. مذكرات مراسل قناة العربية المصداقية الضائعة، هذا الكتاب الصادر مؤخرا عن دار الفقيه للنشر لعدنان غملوش مراسل العربية السابق، المراسل الحربي السابق. انت الآن لا تزاول مهنة الإعلام؟ لا لا، أنا متقاعد في المراسل المتقاعد. يتقاعد المراسل أو الصحافي بشكل لا عام؟ أنا برأيي لا، حتى لو هاي مهنة معروفة إنه بتطور، في مراسلين عمرهم 75 و70 سنة برا، شوفهم يعني شفتهم ب 2006 حتى
لا طالما عندك القدرة على الحركة، قدرة نعم. البدنية وعندك اللياقة وعندك الخبرة وصحة ما عندك أمراض، لا بيضل المراسل والمذيع يشتغل. وأنا ما زلت أملك هذه القدرة بس بأسباب سياسية. لماذا أنت الآن هنا؟ لماذا الآن أنت أمامي تتحدث كمراسل سابق منذ أكثر من 8 سنوات بإجازة؟ أنا أعرف أن قصة طويلة ويمكن لل هلا أنا هون حتى أو المتابعين يعني حتى نحكي عن الحرب اقتناء هذا الكتاب نعم موجود معك حتى وهذا شرف لي حتى أكون عم بحكي عن هذه الحرب أعطي وجهة نظري رأيي أكيد يعني. أكيد أنا استدعيتك موجود يمكن هذه أطلالة الأولى بعد غياب هذا قصدي بس هذه أطلالة الأولى بعد غياب 8 سنوات أنا بالعموم في راس تقريبا كان عندي القناعة أنه خلص أنا بدي أتقاعد. اشتغلت حوالي بين 25-30 سنة تعبت كثير بنيت يعني نفسي وبنيت أسرتي على المستوى المادي وشعرت بأنه هناك رغبة بأن أتقاعد عمل الإعلام الميداني وألجأ إلى القراءة والكتابة ووثق اللحظات والأيام والسنوات اللي عشتها. هذه مهمة لا تقل هذا كان أول ثمار مذكرات مراسل. سننتظر إذن مزيد من الكتابات عندي ومزيد عندي من التوثيق ربما بأفلام وثائقية. أنا من هذه الحرب وما أملكه من كم هائل من المعلومات ومن الأسرار ومن الوقائع ومن القصص التي تروى نعم. بشكل شيق ما يكفي الكتاب من 400 صفحة فأنا هلأ في صدد كنت أول شيء على أساس بلش أكتب هذا الكتاب اللي هو بيحكي عن مرحلة تاريخية من 75 إلى الآن بس هلا هاي الحرب شغلتنا شوي فبس انا بهذا الوالد بس اعلاميا فيك تقول انا تقاعدت. طيب انا بلشت معك الحلقه عدنان بانه قلت بانه تخيلت انك الان واقف على شاطئ صور بدي ارجع لشاطئ صور طبعا برمزيه المعركه الحاليه وما كنته في ذلك الحين وما انت عليه الان تراقب من مكان اخر. لو كنت الان باي وسيلة إعلامية عربية أو غير عربية واقف في تلك النقطة أو في أي نقطة في الجنوب هل كنت ستمارس قناعاتك وتنقل الصورة كما كنت تنقلها في في تلك الفترة؟ بالتأكيد بالتأكيد أول شيء أنا أتمنى أن لا قلت لي لو كنت الآن لو كنت الآن ما بكون أكيد على شاشة العربية أو الحدث أو سكاي نيوز صراحة لأنه هالقنوات أنا برأيي قنوات يتسابقون مع القنوات الإسرائيلية في الهجوم على دول المحور أوف طبعا إذا بتتابعون كوارث شوي يعني عم تابع أنا لا أصدق أنه هذه قنوات ناطقة باللغة العربية لا أصدق يعني يكفي أنه قناة الحدث والعربية تستضيف شخص محمد علي الحسيني يدعو الإسرائيليين إلى قتل الشعب اللبناني والفلسطيني يدعو حزب الله والمقاومة إلى تسليم سلاحهم ورفع العشرة طب أنا هيك قناة أنا على فكرة بالمناسبة أنا أستغرب كيف تركينهم يشتغلوا من لبنان حقيقة أنا أحيي الشعب العراقي اللي هجم اليوم مكاتبهم بغداد لا هجم تصور الام بي سي ما هي الام بي سي ما هي كلهم الام بي سي جروب ما أنا اشتغلت معهم وبعرف لا بس تحديدا عم بحكي الام بي سي هي الأم التي لديها عدة أولاد العربية والحدث والشرق وغيرهم كلهم تابعين نفس إذا بدك المرجع هو سعودي يعني طيب. فبالتالي أنا برأيي ما تقوم به هذه القنوات يعني يدعو إلى العار صدقني يدعو إلى العار أنا أستغرب كيف إنسان عنده ذرة ضمير وطنية وأخلاق وإنسانية ودين بيشتغل معهم خصوصا اللبنانيين يعني أنا متفاجئ حقيقة مصدوم عدنان تعرف هلأ اللي عم يشوفك في وحدة مراسلة الحدث ما بدي سميها هلأ ما بدي مهم تسأل نازح على الطريق يمكن هون بالحمرة بتقول له ليه نازح بيقول لها الإسرائيلي بتقول له حزب الله ولا إسرائيل كان عم تقول له قول حزب الله هو تسبب بنزوحي طب بشرفك أمام هيك وسيلة إعلامية شو بعد تتأمل بعرف يعني حقيقة شيء مخزي أنا بتأسف أنه يكون عندنا هيك قنوات في ظل هاي الحرب عم بيروح فيها أطفال وعائلات بأكملها ومجازر عم تبرر للإسرائيلي عدوانه طيب تعرف هلأ اللي عم بيحضرك شو بيقول بيقول إنك أنت اشتغلت في هذه القناة هذا سؤال بديهي 10 سنين ما كنت حاسس على شيء أبدا ما كانوا هيك كيف هالحكي أنا حطيك بسرعة بشكل سريع أنت بالكتاب هون بتقول إنه أجندة العربية منذ البداية فيما يتعلق بلبنان قائمة على عنوان واحد ومواجهة حزب الله صحيح لبنانيا طبعا صح. بغير مطارح هلأ أنا ما بدي من اللحظة الأولى ما بدي استنزف وقتك بالمقابلة
لا لا أشرح. سريعا بس سريعا بديش... انا اول شيء بلشت انت بتعرف اشتغلت حوالي 5 سنين مراسل رياضه. انا ما كنت مراسل سياسي بالبدايه MBC عربيه. اوكي عربيه. انا وقت اللي بدات معهم بدات بلحظه اغتيال رفيق الحريري مرورا بكل محطات طيب. حرب تموز 2006 7 ايار 2008 حرب نهر البارد الى اخره. هو كلهم لتلك اللحظه ما كانت العربيه بعد كشفت عن وجهها الحقيقي. انتبه حتى السيد حسن رحمه الله عليه انا عمل لك طلع 3 مرات معنا مقابلات. طلع السيد حسن بثلاث مقابلات مع العربيه. كان يعطي وسائل وبيعرف لو كان رافض لسياستها وقتها ايه؟ او كانت مكشوفه سياستها ما كان اعطاهم اكيد، لانه اجت من مرحله المقاطعه حزب الله نوابه وشخصياتهم للعربيه اجت خلال الازمه السوريه. انا بدات اشعر بانه العربيه ضد المحور، ضد المقاوم، ضد هذا النهج، ضد هذا التوجه بالحرب 2006 الى حد ما. وهون بلشوا يحطوا علي علامات استفهام وينذروني. انا من 2006 للازمه السوريه لتاريخ طردي بال 2016 وقفت عن الشاشه عن العمل اكثر من 10 مرات. وبعدت اقعد بالبيت شهر خلال عم نحكي فتره عمل. هذا يعني انه انا كنت رافض لسياستهم وكنت على الهوى وبرات الهوى. انا كنت فوت على الشغل يقول لي اهلا بمراسل المنار. زملائي اللي هن من قوى 14 اذار بين مزدوجين زملائي طلعوا منهم زملاء ولا يستحقون هذا اللقب. فبالتالي انا وقت كشفت سياسه العربيه اخذت موقفي وكنت عارف حدفع ثمن. انا كان راتبي هالقد. طيب ألست مدينة لو بدي مسح جوك ألست مدينة هذا كمان هينش ما بديش روح فيها. لا 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 أبدا ألست مدينة بهذا المكان لقناة العربية بأي من أي ناحية مادية مادية وشهرتك. أنا كنت عم بشتغل لحظة شوي. أنا كتار بيقولوا لي لحم كتافك من عندهم. مش أول شيء لحم كتافي من تعبان مني من حدا بس عم أقول إنه هذا مكان كان لإلك طلعت فيه. مزبوط أنا كنت في راس ستاند باي 24 على الأقل بمسيرتك المهنية. شو بدي بالموضوع مادي؟ مكتب بيروت على كتافي. لك أنا مرة كنت عم غطي معارك بصوب عرسال صوب الشمال صار في غارب حدود سورية اللبنانية. لك رحت على ضربوني على شبعة قطعت المسافة بس قلت لهم في مراسلين بالمكتب بعطون لك مسافة أقرب على طيب. أنت طلع كان عندهم يعني أنا حملت العربية على كتافي. بس بالسنوات الأخيرة بدأ خصوصا بالأزمة السورية صاروا يحسوا أنه هذا الزلمة واقف مع النظام السوري. هذا الزلمة كل كلامه عكس ما نحن نرمو إليه. طب شي طبيعي طب شي طبيعي طب شي طبيعي لما حدا بيطلع عن السياسة التحريرية. طبعا أنا كنت عارف أنا كنت ناطر هاللحظة أنه أنا حيطردوني وعارف رح تجي هاللحظة وإجت وطردوني وخير إن شاء الله. أنا بس بدي شي شوف كرامة الإنسان أهم من كل المصاري وموقفك الوطني والإنسانة والعروبة أهم من كل المصاري. أنا هاي قناعتي واحد غيري. طب أنا هلأ معلش بدي مرة أسمح لي عندي فضل. زميل هو صديق العمر بطلت أحكي معه بهاي الحرب. هلأ عم قل له ما طلع الحدث العربي. عم يطلع ليه كرمال تاخذ 200 دولار المقابلة يا عيب الشوم. في دم عم يسال يا في دم أطفال عيال عم تفلق. مسؤولي عنه قناة العربية وقنوات تانية ولا مسؤولي عنه إسرائيل إعلاميا هول الواجهة داعيت الإسرائيلية. أنا هيدا رأيي هاي قناعتي هم واجهة إسرائيل على المستوى طيب. الإعلامي. رح أرجع للتغطية الإعلامية بشكل عام ولكن فقط للإشارة مرة ثالثة أو رابعة ربما إلى هذا الكتاب. وين ممكن الناس موجود كان مكتبة فقيه ما إذا بعدها موجودة بحي ماضي. لا موجودة بتصور بصرفة بالعقبية بجنوب. كنت ناوي اعمل حفل يجي توقيع جيبوا لهون على الحمراء. ما هو كنت ناوي اعمل حفل توقيع بمعرض الكتاب نعم ونوزعه بمكاتب الحمراء طيب. صارت الحرب في الكتاب. على كل حال خلاصه تجربه عدنان غنوش في العمل الاعلامي وايضا خفايا واسرار كثيره صح واشخاص ووجوه كثيره مرت ومر ذكرى في هذا الكتاب اللي يمكن لمن يحب العوده اليه. طيب اوسع من تغطيه العربيه كنموذج ومؤسسات أخرى حتى عربية سؤال جميل ومحلية كمان سؤال جميل. طيب نحن كإعلام عن جد هون بين الحديث عن إنه حرية تقول اللي بدي إياه وكون بلحظة معينة متماهي مع الرواية الإسرائيلية وبين إنه لا يا أخي في بمطرح معين في قانون وفي ضوابط هون شو كيف مختلف يكون أولا تقييم العام للتغطية. تابعت معظم المحطات صراحة تقييم العام على مستوى الأداء جزيرة تفوقت على الجميع. عم تتابع الرسائل كلها؟ عم تابعهم كلهم. جزيرة تفوقت بما فيهم العربية؟ العربية عم تابعها بيجوني على اليوتيوب بيجوني على التيك توك كتير فقرات ما هي وسائل إعلام بهاي الحرب. وهذا اللي رأيي أنا كتبته على صفحتي على الفيسبوك. أثبتت وسائل إعلام بهاي الحرب أن
تراجعت إذا بدك على مستوى التفوق التليفون وسائل التواصل. بتحكي إنه كوسيلة إعلام تقليدية كتلفزيون يعني. لا، وسائل التواصل تفوقت على الشاشة. أنا هذا رأيي. وهناك تحول، وهذا يجب أن يدرس. أنا على فكرة هذا الموضوع، لأنه اليوم حتى وسائل الإعلام الفضائي اللي تملك قدرات مالية هائلة عم تأخذ كل الصور والفيديوهات عن التيك توك وعن الفيسبوك وعن اللي عم ينشرون الناس العاديين. فبالتالي هناك مليون مراسل عم يعطوا هاي الوسائل وعم ياخذون سرقة. أنا طلبت من كل واحد عم بيصور يقول اسمه انه انا هذا حق حصري لإلي. اللي عم تاخذون ببلاش، ما هو اللي مشتركين مع رويترز والاي بي وغيرهم بيدفعوا ملايين اشتراك سنوي، ليه عم تعطيهم صور ببلاش بلحظتها؟ فبالتالي وسائل التواصل، انا بدك رايي، انا شخصيا كنت عم تابعها 90% تابع وسائل التواصل اكثر من المحطات. طيب. عم تقول لي كيف عرفت المحطات؟ كيف؟ لانه كنت عم شوفهم على وسائل التواصل، ما هن عم بيحطوا، ما هن ادركوا هذا الموضوع. عم بيحطوا على وسائل التواصل. صحيح. طيب، كان برأيي تقييم الأداء الجزيرة، ولو أنه أخطأوا بضربة علمة الشعب يوم أصيبوا المراسلين والمصورين. نعم. وعصام عبدالله بداية الحرب الشهر. أنا برأيي أخطأوا أول. خطأ كبير، والميادين أخطأوا، ما كان في خبرة. إذا بدك ديك المراسل الميداني شو أهم شعار عنده؟ شو أنه أنت الخبر، ما تتحول أنت للخبر، أنت واجبك تنقل الخبر، مش تصير أنت الخبر. وقفوا بمكان خاطئ، قدروا الموقف غلط. هذا لا مراسل، إذا كان ال بي سي ادمان حيي ادمان سياسي. إيه بس هذا ما له علاقه بالموقف، انسحب، له علاقه بسياسه المحطه، هذا له علاقه بانه انا مراسل هو اخطأت بالتموضع. ابدا، المحطه بتقول لك انت بتقدر. طيب. الموقف وين خطر وين مش خطر. احكي لي عن هلا، يعني هيدي الحرب شو اكثر شيء لفتك بالتغطيات العربيه والمحليه؟ لفتني اول شيء التغطيه كانت كبيره كثير. يعني كل محطه عندها اكثر من 10 مراسلين، صار جابوا مفادين من برات البلاد. هذا شيء طبيعي. طبيعي الحرب هالقد كبيره. يعني كان في يعني تغطيه واسعه. كان في، اذا بدك الخبر كان حاضر، كان في خبر حاضر، يعني تفوق الخبر على الصوره. يعني مثلا خبر الاغتيالات، قاده الصف الاول بحزب الله، اغتيال سيد حسن. نعم. في محطات تفوقت بهذا الموضوع، كانت لافت هذه القصه. بس كان لافت لإلي كمان حجم التراجع، إذا بدك، على المستوى الأداء لبعض المحطات الفضائية اللي يفترض يكون عندها مراسلين أكثر قدرة. مثل مين؟ مثل العربية. مراسلين معظمهم يعني صراحة ما مش لأني عم بعض يمكن فسرها تشفي شخصي. لا، أنا كمشاهدة كإعلامي سابق عم قيم مستوى المراسلين عندهم، يعني دون المستوى على الاخر. طيب، وغير الجزيرة تفوقوا. الميادين عندي ملاحظات على مثل كثيرة. شو مثلا؟ ملاحظات عن انه عم يبعثوا على الجبهة ناس ما عنده الخبرة. والله طبعا دفعت ثمن المراسلة الله يرحمها اللي استشهدت. دفعت ثمن، انا برايي ما كان لازم يبعثوها مراسلة جديدة. شايل الخوذة، شايل الدرع وحاطينهم على الشجرة وقاعدين. طب هذا الحق على مين بيكون بهيك حالة؟ حق على مدير التحرير، رئيس التحرير اللي يبعث مراسلة ما عنده خبرة. انا بحملهم مسؤولية صراحة، عم بقولها صراحة. طب ليك شو، خلينا نشرح يعني حتى للمراسلين الميدانيين نفسهم بحكم خبرتك خلاصات، يعني شو وظيفة المراسل الحربي الميداني اليوم؟ شو انا شو ناطر منه كمشاهد؟ وظيفته ينقل الخبر والصورة، هاي وظيفته الأساسية. طيب. يعطي معلومة بخبر وصورة، يعني يكون عين المشاهد بالميدان، هذا وظيفته المراسل الحربي، وعليه أن يتخذ الحيطة والحذر بحكم يفترض خبرته، أنه يعني ما يشلح الدرع، ما يشيل الخوذة، يقعد ما شاف طيارة مسيرة فوق راسه ويتخبى شوي، ما يقعد. يعني أنا حسب ما شفت، يعني حرام التسجيل الصوتي، عم نشوي لحمي يا أمي ما تخافي، هذا غلط، هيدا غلط. زائد انه المراسلة حرام دفعت، شجاعة كانت، حبت تعمل شيء، ما كل المراسلين بالحروب. طيب. على حساب على حياتهم بتشجعوا يعملوا شيء رحمه كبير. الله بيواجهوا هيدا احيانا شغلة خطرة جدا، ما بصيروا يتسابوا مين بده يعطي الادارة انه صورة وكذا، وانا شفته شجاعة وانا بستاهل، او انا شجاع بستاهل كون بهذا المحل وشفته عطيتكم. فهيدي بدها انتباه، انا برأيي بدها انتباه جدا. انا لو مدير اخبار ما ببعث مراسل جديد. طيب يعني مع طبعا بحيه لا ما عم نحكي عليها. عم تحكي طبعاً. بالمطلق انت بس اعطيت مثال اكيد رحمه الله، وحيه طبعا على تحيه لروحه وشجاعتها. صحيح. على فكره عفوا بين مزدوجين، صادفت انا ما بحضر الميادين، شفتها كنت عند حدا عم زوره وشفتها على التلفزيون، قلت له عجبتني هالمراسل، سمعتها شي 5 دقائق والله العظيم قبل ما تستشهد بشي كم يوم، قلت له بتعجبني هالمراسله والله العظيم،
طيب لكن صعبة. بالنسبة لبعض القنوات المحلية أيضا اليوم، لأنه ما بعرف إذا انتبهت إلى بيان قيادة الجيش امبارح، يعني كان خطير، عم يحكي عن السلم الأهلي وممنوع العبث بالسلم الأهلي وليأخذ إجراءات بهذا الموضوع. ليش برأيك في يعني اليوم لعب بهذا المطرح من قبل وسائل الإعلام المحلية اللي بعدها مكفي يعني بالقصة فيما يتعلق بالنازحين والتحريض والمسلحين، على انه بهذا المحل كان فيه مسلح فيها نازحين بتكون البنايه او البيت، فبتيجي اسرائيل عم تعطي ذريعه واشاره للاسرائيلي يضربوه. الاعلام المحلي انا من زمان هاي قناعتي فاشل كله فاشل. في بس بعض المراسلين بقناه معينه عجبوني بنيو تي في تحديدا، مراسلهم بجنوب نسيت اسمه محمد شي مع الاعتذار فرحات، محمد فرحات شاطر، هذا مراسل كثير شاطر. بس بالعموم اين وزير الاعلام، اين وزارة الاعلام، اين الرقابة على وسائل الاعلام وخصوصا الفضائيات؟ يعني المحلي بضل في معظم القنوات تاخذ بعين الاعتبار، بيقدر يعمل رقابة على الفضائيات العربية كمان، لازم طبعا عندها مكاتب. هل انا بدي اسال سؤال لوزير الاعلام، يعملوا رقابة على المحطات المحلية مطرح ما لازم ينعمل؟ انا بدي اسال سؤال جدا بديهي، هل مسموح قناة المنار او نيو تي في تفتح بالرياض بالسعودية او بدبي؟ ممنوع. بدي اسلم جدلا سمحونا، هل مسموح يحكوا عم يحكوا العربيه والحدث وسكاي؟ صار لا اكيد لا. انا رحت لعمل دوره مره سموها فيديو جورناليزم بدبي، نعم بتصير مصور، بتصير انت مراسل ومصور وكل شيء وبتمنتج. لو عم بعمل تقرير بختام الدوره هي التخرج قدام كاميرا للمراقبه، عملته عن كاميرات مراقبه قدام مبنى الام بي سي والعربيه على مدخل، اجوا لي الشرطه الاماراتيه تصور قدام مبنى العربيه. ممنوع. فأنت اليوم عم تعطي تحت عنوان الحرية الإعلامية لهذه القنوات تبث من لبنان سمومها وتدافع عن العدو بمعركة مصرية مع شعبك وناسك وأهلك، وين وزير الإعلام؟ في شيء اسمه ضوابط. أنا مع الحرية الإعلامية، بس الحرية الإعلامية هل تعني أنك أنت تأخذ موقف ضد شعبك وناسك وبلدك؟ شو هالحكي هيدا؟ بعدين العربية والحدث معروف موقفهم من زمان، مش من هلأ، مكشوفين ما بيخبوا. خي امبارح قالوا ليش هجموا على مكتب بغداد امبارح مدري اليوم؟ لانه قالوا بتقرير عاملين مدري وثائقي انه المقاومه هول جماعه ارهابيين. طب ليه انت مسموح تحكي اللي بدك اياه وتتحرك مطرح ما بدك والضوابط تاعتنا وزاره الاعلام؟ سؤال يسأل، هذا برسم وزير الاعلام. انتهى وقت عدنان غملوش، بدنا نرجع على جبيعه. ان شاء الله ما بعرف. ما بتعرف؟ ايه طبعا. اوف القصه طويله، كلامك بخوف طبعا، ما بيطمن. يعني لهلا المعطيات بتقول رجع منا قريبه. بس ان شاء الله بدنا نرجع، سنرجع يوما الى حينا. طيب سنرجع الى جباع، سنرجع الى الخرايب، سنرجع الى الجنوب، الى البقاع، الى كل، نرجع مرفوعين الراس ان شاء الله. ان شاء الله يستحقوا هود الناس طبعاً. يرجعوا يكونوا معززين. حجم التضحيات كثير كبير، يستحقون هؤلاء الناس أن يعودوا إلى بيوتهم مرفوعي الرأس، وإلا عن جد بيكون في ظلم كبير أن تعود تلاقي بيتك مهدم وخاسر. بس إن شاء الله لا رح ننتصر، أنا هذه قناعتي. شكرا لك الإعلامي عدنان غملوش، شكرا لفريق العمل لإدارة هذا المكان مقهى تحت الشجرة، شكرا للمشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة. الرحمة للشهداء أولا وأخيرا، شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.